أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ إذا يجوز أن تتكلم مع المصلي للحاجة، ويجوز للمصلي أن يجيب بالإشارة، ولا يقال الإشارة المفهمة تبطل الصلاة، هذا قول يخالف ويصادم النص. فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله. من الذي قالت؟ مباشرة من؟ أسماء رضي الله عنها. وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم، فأشارت أيضا حركت فأشارت أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، حتى تجلاني. من الذي تجلاها؟ نعم، حتى تجلاني الغشي. ما معنى تجلاني؟ نعم، غطاني. ما معنى الغشي؟ قلنا الغشي المثقل هو الإغماء، فالغشي ليس المثقل. ما هو نفسك؟ ما معناه؟ نعم، نوع من الإغماء لكنه دونه، أقل من الإغماء. وجعلت أصب فوق رأسي ماء، ماء. لما تصب فوق رأسها ماء؟ تفضل. حتى تدفع عنها ذلك الغشي. نعم، حتى تدفع عن نفسها الإغماء، لأن الإغماء إن حصل فيبطل الوضوء باتفاق أهل العلم، كما قال الله كالذي يغشى عليه من الموت. وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث سوف يأتي تفصيله إن شاء الله كما قال الحافظ، وستأتي بقية مباحثه في كتاب صلاة الكسوف إن شاء الله، وقد سبق شيئا من الفوائد في كتاب العلم. هذا الإسناد فيه لطيفتان. ما هي اللطيفة الأولى؟ تفضل. معنى نعم كلهم مدنيون، كلهم مدنيون. ثانية تفضل. يروي عن زوجته. نعم، فهي رواية الأقران، فإذا يتواضع الإنسان ويروي عن زوجته، فلا كبير في العلم إلا العلم. إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء. ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. الناس إخواني في الله بسبب حب الدنيا يقولون للشاب أنت في سن الشباب،
تمتلئ قوة، ينبغي لك أن تحصل الأموال وتعمل في الدنيا 15 ساعة و14 ساعة. ثم يقول ذلك الموصي الجاهل: أنا وأنا في سنك كنت أعمل وظيفتين، وظيفة في الصباح ووظيفة في المساء، وقد جمعت المال وعندي سيارات وعندي بيوت، ثم إذا به يلقى في القبر ولم يترك شيئا ينفعه عند الله عز وجل. فإذا نحن نقول لك: أنت في سن الشباب، اسهر واحرص على العلم، لا تنشغل بالدنيا، وخصوصا في وقت الشباب. بعكس وصية أهل الدنيا. إذا هذا بهذا نكون قد أنهينا هذا الحديث. هل الإخوة قد أتموا تحضير الباقي؟ أتممتم تحضير؟ إذا نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.